بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معنا عطل من أعطال المبخرات، وهو انسداد مجرى تصريف الماء. الأسباب والحلول في هذا الفيديو. كما تلاحظون، انسداد في حوض تصريف الماء وتكون الثلج، وعند التسخين يحصل قطرات ماء على المنتجات مما يعمل على تلف المنتج. هذا العطل هو بسبب عدم تركيب سخان في تصريف الماء. لاحظوا الآن، يتم قطع الماسورة وتركيب سخان داخلي وكذلك سخان خارجي. هذه المكونات التي يجب تركيبها على سخان تصريف الماء. كما تلاحظون، هذا السخان الداخلي يتم تركيبه في داخل الماسورة، وهذا هو السخان الخارجي يتم تركيبه خارج الماسورة. أما هذا هو العازل الذي يتم تركيبه بعد تركيب السخانات، معنا اللي هو شليشن واللاصق التي يتم تركيبه بعد الآن. لاحظوا، أولا يتم إصلاح العطل. كما تلاحظون، كمية الثلج المتواجدة على المبخر وهي من تكديس لأوقات كبيرة. لاحظوا الآن، يتم التصفية وقص الماسورة وتركيب السخان الخارجي كما تلاحظون الآن، ومن ثم يتم هذا التركيب شد الوصل. هذا شد الوصل مهم جدا في حالة هناك انسداد في تصريف الماء بسبب الأوساخ. يتم من قبل الفني فكه بسهولة وعملية الصيانة. وهذا السخان يتم، لاحظوا كما تلاحظون، يتم تركيبه من الداخل. هذا أهم شيء، في يعني يجب أن تكون مواصفات الماسورة أولا مائلة إلى الخارج حتى يكون تصريف الماء سريع. ثالثا، أن تكون من الماسورة من المواد الحرارية العازلة للحرارة، يركب في داخلها سخان ومن الخارج سخان، ومن ثم يتم تركيب العازل عازل حراري على الماسورة، وبعد من ثم يتم التأكد من عملية التسخين. كما لذلك يجب التخلص من الماء المتكثف أو المذاب من المبخرات إلى خارج الغرفة لكي لا يعمل على زيادة الحمل الحراري داخل الغرفة، ونحصل على كفاءة عالية للمبخر. والسلام عليكم ورحمة الله.